جزاكم الله خيرا. ما حكم الصبغة للشعر سواء كانت حمراء أو صفراء أو ما يسمى الميش كما سمت جزاكم الله خيرا؟ الشعر إذا كان شيبا فإنه يصبغ بغير السواد، يغير الشيب بغير السواد من أنواع الأصباغ سواء الحمراء أو الصفراء أو ما هو بين الأسود وغيره ما ليس بأسود خالص. وأما غير الشيب فإنه لا يغير عن لونه إلا إذا كان مشوها، إذا كان لون الشعر مشوها فلا بأس أن يصبغ بما يزيل تشويهه. أما إذا كان شعرا عاديا ولونه لا تشويه فيه ولا شيب فإنه يبقى على ما هو عليه ولا يغير.